مساكم الله بالخير. الاستثمار البشري من أهم الأولويات في أي دولة، مو بس أي على مستوى الدولة، أيضا على مستوى البيت. إحنا كأولياء أمور دائما همنا الأكبر استثمارنا في عيالنا، على طول انحاتي هالشيء طول عمرنا، حتى لما يتخرجون عيالنا ويدخلون في مجال العمل. الآن مع نهاية فترة الصيف والإجازة الطويلة اللي صارت، كثير من الناس راحوا على الأمور الحياتية، راحة واستجمام. بس في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فترة الصيف، هي فترة متروسة بالجهد والمثابرة والتثقيف، ومن خلال برامجها الصيفية ركزت المؤسسة على عدة محاور. أولهم بناء الطالب من خلال مشاركة الطلبة في برامج تكسبهم خبرة عملية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزز فهم العلوم وتثري مهارتهم في مختبرات التكنولوجيا العالمية. وهذا سبب تسمية برنامج الصيف صيف الاستدامة بالمعرفة. المؤسسة إذا بنتكلم عنها بصفة عامة، مع مراكزها من بدايتها انتهجت الريادة في تعزيز العلوم وتحفيز منهجية الابتكار بالتوافق مع تطلعات وطموحات دولة الكويت. فهي سباقة لعصرها منذ التأسيس، وتعتبر نواة لثقافة البحث العلمي والابتكار. فمنذ تأسيسها سنة 76 بتوجيه من أمير الكويت الراحل الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وبفضل نظرته الثاقبة تحولت كيفاس إلى مؤسسة عالمية مرموقة ومشهود لها بالتميز، حتى أصبح الجميع الكويت والعلماء العرب يتنافسون على جوائز المؤسسة. الليلة راح نلتقي في جزء بسيط من استثمارات المؤسسة في جيل الكويت القادم، نشوف معاكم الثقافة العلمية اللي عند عيال الكويت وتفكيرهم، ونفتخر طبعا بعقليات فذة راح تمهد الطريق عشان نشوف الكويت المستدامة. أقدم لكم عيالي معاي اليوم، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ الحمد لله. طيبين ان شاء الله. الحمد لله. اول شيء قولي لي شو اسمك بنيتي؟ فاطمه يد محمد علي. انت من اي مدرسه؟ مدرسه البريطانيه بي اس كي. واي صف انت؟ عاشر. عاشر. وانت؟ مريم المطيري. اي. فصول الموهبه اكاديميه الموهبه والابداع. اوه هذا من مع كيفص انت؟ اي نعم. خالصه؟ اي اوكي. بنتهم. زين تخرجتي ولا بعدك؟ توني خالصه صف ثاني عشر ان شاء الله، ورايحه على الجامعه. داشه الجامعه؟ ان شاء الله. شنو؟ شنو؟ تدرسين؟ ان شاء الله هندسه كمبيوتر كي يو جامعه الكويت. هندسه كمبيوتر؟ باذن الله. برافو عليك. فاطمه ايش راح تدرسين؟ هندسه كمبيوتر. هم بعد نفسها؟ يعني هم مسافره وياها كوريا وهم بعد تدرسين وياها بعدين، عدل؟ ان شاء الله. الله يحفظكم. وليدي شو اسمه؟ اسمي عبد الله محمد العنزي. عمري 15 سنه بمدرسه دسمات ثنائيه اللغه. ما سالتك عمرك، مو خطابه انا. اي صف انت؟ بصف 11. اوكي. شنو ودك تدرس اذا خلصت؟ هندسه الكمبيوتر. كويت ولا برا؟ والله ودي برا. تبي تروح ترتاح من ابوك اللي يمك برا؟ لا. هذا ابوك اللي وياك؟ اي لا الله يحفظه. شو اسمه ابوك؟ محمد العنزي. والنعم والله والنعم، اسال الله يوفقك. وانت وليدي؟ انا محمد موسى بناي من اكاديميه الموهبه والابداع. بعد؟ يب. كفو، ها ربوه كيفص انت ويا؟ اي انزين. وانت بعد اي صف؟ انا الصف 11. 11، شو راح شنو قاعد تفكر؟ 11 ولا 12؟ شنو 11 ولا 12؟ شوف عيونك تقلب، قاعد تفكر؟ لا لا اكيد؟ اي. ايش راح تدرس يبا؟ بس مو متاكد شنو بدرس بالضبط، بس عندي كم اوبشن. علمني. افكر بدرس يمكن كوانتم فيزكس او فيزكس. أوه. يمكن بعد بيولوجي. من دا اقول ما دام قلت فيزكس رحت مع دكتوره امينه فرحان، طبعا هي تحب الفيزياء مال الفيزياء، ان شاء الله الله يوفقك. بالكويت ولا برا الكويت بتروح؟ هم مو متاكد. هم مو متاكد، عادي تو الناس تقدر تفكر. قوه تعال حاتيك هني صوب ركز معك. شلونك؟ عليكم السلام. شلونك؟ زين ترى قلت ربيت شعرك اختربت مساعة صورتك شحلوها وانت من غير شعر. سعود حط لي صورته، حط لي صورته. لا لو سمحت. لا الحين حق التقديم عادي، الحين حقي انا تقول شت. سعود حط لي صورته، حط لي صورته. انت الصوره عندي متى ماخذها؟ من زمان. كم سنه من ليش مقدم فيها عيل عشان تروح؟ والله
داز صوره ثانيه بس احلف والله والله داز صوره ثانيه بس ما ادري ايش مسوين فيها. كايا كايا هذا انت؟ هذا اي سنه انت باي صف وين كنت؟ كم قبل سنتين او سنه؟ لا والله هذا تزوير يعني. علمني باي صف انت الحين؟ الحين رايح عقب باكر ابدا الا هذه 10. هذه 10 واذا خلصت شنو خاطرك تدرس؟ ان شاء الله ابي ادرس برا بامريكا ام اي تي. ام اي تي؟ ايه هذه جامعة ترى ايرون مان مال الافنجرز كله يقول ام اي تي ام اي تي بافلامه. ايوه ان شاء الله اصير اذكى منه. برافو عليك. هاي جامعه بعد هذه من الميريت سكولز، هذه من اقوى الجامعات في العالم. برافو عليك. عشان كذي ابي اقدم للجامعه. يعجبني طموحك. ومتى لازم تقدم؟ والله اعتقد ان انا ابي اقدم ايرلي. احسن. كذي سبتمبر نوفمبر ات ذات تايم. عافيه عافيه. كلكم رحتوا كوريا مع مؤسسة الكويت تقدم العلمي، كم يوم كم يوم قعدتوا هناك؟ 12 يوم. بس كان في اول يوم تقريبا قعدنا كله بالطياره، ويوم ردينا قعدنا بالفندق وقاعد نجهز اغراضنا فتقدر تقول ان قعدنا يعني هناك 10 ايام. كنا نشوف معاكم ابرار الموسى وخلدون الحرمي. ها وبعد منو دكتوره؟ دكتوره صباح. عدل؟ اي عدل. انزين انتوا شلون قدمتوا حق رحله كوريا؟ علموني. يلا كل واحد ترى فيكم بيسولف، باخذ راحتي وياكم. اوكي يلا فاطمه الليديز فيرست يا معود. مو يمك بالطياره يقول. اول شيء شفت الاعلان في انستغرام كيفاس. اي اول شيء شفت رحله لكوريا استانست. اول مره اسافر بروحي يعني فرصه جديده. تمام. ثم بعدين اشوف ان حاطين ارتفيشال انتليجنس هو الذكاء الاصطناعي. صح. انا من قبل مشاركه بمسابقه عند الذكاء الاصطناعي. اي ووايد عجبني الموضوع، ويعني كان هذا من زمان فنسيت شويه من المعلومات وما كان وايد يعني بالدقه. اي فهذه فرصه كانت عشان اجدد معلوماتي واروح اكثر يعني ديبر انتو الذكاء الاصطناعي. طيب وكلمتي اهلك؟ اي انا سويت السبمشن حق الموضوع. كنا لازم نكتب موضوع، كان اروح بعد تقريبا اسبوع قالوا لي ان انقبلت والحين في انترفيو مقابله. كان انا استانست وايد لانه يعني فرصه جديده وبروح دوله جديده اول مره اروح لها. فرحت ركض عند امي شايله الكمبيوتر. قاعده تقول لي دشت علي ركض شايله الكمبيوتر ومستانسه. اي هو يا غايب على الكمبيوتر لا يطيح. انا انقبلت كذي وكنا وايد مستانسين. اي وانتي مريم؟ طبعا انا حاولت اقدم السنه الماضيه. أي. بس ما صار نصيب. أوكي. كان جدولي زحمه وما سمح الموضوع. لما جيت هالسنه بقدم كان ويكند، كان يوم الجمعه قبل اختبار الفيزياء فاينل. تمام. فكان مطلوب للتقديم موضوع تعبير انه ليش تبون تروحون بهذه الرحله وشو تتوقعون منها. اي فكانت طبعا حولي مراجعات فيزياء والوورد مفتوح قدامي وقاعد اكتب التعبير. كان الوضع ركض بركض اللي بسرعه بخلص اقدم. أي. عشان يعني اجابل الكتب عندي فاينل. بس الحمد لله قدمت وانقبلت. وانت؟ انا شفت الاعلان على الانستغرام، سيدي رحت ندى اهلي قاعد اقول لهم على الموضوع وما شنو. اي والحمد لله كانوا راضين وعن مشجعين طول الوقت. اعطوك دعم يعني؟ اي بالذات انه هو شو اسمه من مؤسسه كويت القدم العلمي. صح. ف اصلا انا يوم قابلوني انا كنت مع الرابع بالديوانيه. اي شفت المسج انه قابلوني الوالده دزت لي واحنا قاعد ناقز ونغني ونركب. اي جاتك المفاجاه بالديوانيه. اي فجاه مره واحده اشوف مسج من امي. كم طول يعني من قدمته لهذا ايش كثر يعني كم يوم؟ تقريبا اسبوعين على ما راجعوا. اي اوكي. بس لا يوم قابلوني انا كنت بالديوانيه مع الرابع قاعد ناقز ما شنو. بعدين عقب ما خلصنا رحنا المحاضرات وسافرنا ورحله كانت حلوه والحمد لله. الحمد لله. قول لي انا يعني تقدر تقول انها قصه طويله. انا ما شفت البوست من انستغرام في احد دز اياها. كان عندنا مسابقه روبوت اسمها فيكس روبوتكس، يمكن سامع عنها من قبل. علمني. فيكس روبوتكس هي مسابقه عالميه تصير كل سنه. كفو. فاول شيء فزنا بالكويت. أي. بعدين تاهلنا رحنا امريكا. أي. وطبعا يعني سويت وايد صداقات ومنهم وجهت الحاسوب. تمام. موجهة حاسوب لما ردينا من أمريكا خلصنا المسابقة دزت لي عن الرحلة دراسية حق كوريا. حلو. كل الفريق طبعا احنا 5. اي قالت لنا حاولوا تقدمون. معظمنا كنا تونا مخلصين فاينلز وتعبانين
ومن الأشياء اللي كنا نحتاجها كانت كودينج سيرتيفيكت. تمام. بس أنا ما كان عندي كودينج سيرتيفيكت بس كنت مشارك بوايد مسابقات روبوت، وكان لازم أحصل كودينج سيرتيفيكت هذا بأربعة أيام بس. فكان يعني تحدي وايد صعب. لقيت موقع قعدت أدرس، خذتني دراسة 22 ساعة تقريبا عشان أحصل الكودينج سيرتيفيكت. بعد ما خلصت درست وحصلت كودينج سيرتيفيكت حطيتها وكتبت الاس ام مالي وطبعا قدمت. تقدر تقول اني نسيت اقول حق اهلي والله نسيت من كثر ما مشغول بالبحث. انا تلمت قدمت ساعتين اخلص وقت التقديم وانا قاعد اكتب الاس لا على اخر شيء يعني بيسكرون يعني خلاص بيسكرون. فتوقعت انه خلاص يعني مستحيل يقبلوني يعني الكودينج سيرتيفيكت اصلا ما ادري اذا اتس يعني ما إذا يقبلونها يعني جبتها من أي مكان. فبعدين الحمد لله طلع لي مسج. كنت خايف إنه يطلع لي مسج، كان في مدة إحنا مسافرين وكنت كل ساعة شيك تلفوني يمكن يدزول شيء لدرجة إني كنت أنام وأحلم عن السفرة. ومتى ياكل مسج وأنت برا؟ لا لما رديت الحمد لله دزوا لي إيميل إنه قبلناك حق الانترفيو. استانس؟ إيه وايد استانس. ومتعلمتها لك؟ لا قلت لهم بالسفرة لا يكون أنت بالطيارة لا بالسفرة رقم غريب دق علي وأقول أخاف هم وما في سيرفيس قاعد يقطع. فقلت أمد فندق وأشوف يطلع شركة ما يطرقعوني يطشروني. فهذه سالفة أنت علمني زين. فعندي كان وايد سهل فالطلب يا راهي بتاع MIT أنت لا مو كذي يعني شلون بس كان سهل لأن كان عندي شهادات من قبل من كيفاس ودورة شيخ سلمان العلي سالم العلي انت كلها داش هالمسابقات انت؟ لا مو داش مسابقات بس راح مسابقات مع أبوي من قبل. أوكي. وكذي شو اسمه أبوك اللي برا؟ فيصل العبيد. والنعم والله الله يحفظه. وطلبوا طالبين تعبير قصير وقدمت الشهادات والتعبير والحمد لله everything went smoothly يعني ما كان صعب. ركبت الطيارة. أنا شفت فيديوهاتكم بالمطار استانست، شكلكم رايحين رحلة دريم مثل ما يقولوا رحلة أحلام يعني. وصلتوا كوريا. يعني ما علي من الرحلة، أبي أتكلم عن المعهد اللي رحتوا له. المعهد الكوري. معهد كاستي. شو اسمه؟ كاستي. عافية. شنو استفدتوا من المعهد لما رحتوا؟ يعني رحلة كانت مكثفة، أنا قاعد أشوفكم وتشون ويأخذونكم وسوالف الروبوت ما الروبوت جايك فيها، شفتك أنت تعبث هناك بالروبوت، لكن ودي أعرف منكم شنو استفدتوا من هناك؟ طبعاً الدورة كانت 24 ساعة، خذينا شهادة أن أتممنا 24 ساعة من التدريب. تمام. كانت حق 5 أيام. إي. كنا نروح من الساعة 10 وتخلص الساعة 4، كانت 6 ساعات يومياً. طبعاً تعلمنا عن مواضيع مختلفة كلها عن التكنولوجي والإنجينيرينج، تعلمنا عن الميتافيرس والماشين ليرنينج والسوبر كمبيوترز، كل هالأشياء طبعاً إحنا راح نستخدمها بالكويت أكيد. عندنا إن شاء الله مشروع اسمه مشروع ما بعد الرحلة. أي. ما بعد رحلة كوريا إن شاء الله راح نعرضه تاريخ 12 في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالكويت. صحيح؟ إن شاء الله 12. أنت علميني فاطمة. فهو الدورة كان عبارة عن كلها تكنولوجي و artificial intelligence و الميتافيرس. يعني كانت أول شيء أول ما أدش الموضوع شوية صعبة، بس هم يعني الأساتذة البروفيسورز اللي كانوا هناك وايد وايد سهلوا الموضوع، وكان شرحهم ما شاء الله يعني أول مرة أدش بهالدقة وبهالتفاصيل يعني بموضوع الـ AI والـ Artificial Intelligence. أنا شفت صورتك وأنت تصورين فيديوهات داشة، وين هالمكان هذا؟ هذا عندهم مكان كله شاشات. إيه كلها شفتها مثل الشاشات، دشيتوا مثل نفق في شاشات. AR روم اسمها. AR Augmented Reality. والله استانس لما تعلموني ترى. برافو عليكم. شنو اللي قاعد تشوفونه داخل؟ شنو شفتي؟ كان سيناريوز مرة في الغابة مرة كستي،
كل شوي مكان جديد، بس من كثر ما كان يعني كل شيء فيه تفاصيل كأنك أنت داش في المكان. هذا اللي قاعد نشوفه الحين على الهواء. طول شيء عشان هذه أنت اللي قاعد تصور عدل. بس يعني كان وايد تفاصيل، حتى إذا لو أنت الحين داش كأنك مو داش مكان أنت داش هالمكان، داش داخل غابة. لأن كان دار مدارك تفوق تحت، فكان وايد يعني ممتع. شباب علموني شلون رحلتكم كانت حق المعهد؟ أبدي معك. فمع المعهد تعلمنا وايد الحمد لله. أي. ومثلا لما أنا لاحظت إن شفنا معرض سوبر كمبيوترز. أوكي. وشفنا شلون الحين عندهم الجن 5 جنريشن 5، وشفنا سوبر كمبيوتر بالطبيعة اسمها نوريون. شو اسمها؟ نوريون. نوريون. أوكي. وهذا الجن 5. أوكي. وحتى شفنا الـ AR room اللي كلها شاشات فوق تحت حوالينا. هذه الأوجمانتيد رياليتي. إيه. تعلمت ترى. إيه. رأيك فيني؟ فاست ليرنر ها. زين. وبعد غير الـ المعرض. إيه. حتى شفنا لما دشينا أول شيء قلت عن السوبر كمبيوترز المعرض، حتى شفنا كل الجنريشنز، جنريشن 1 2 3 4، أربعة الحين الخامس وقاعد يسوون السادس. واو. كل يوم كم ساعة تقعدون كنتم؟ إحنا كنا نتعلم يعني البرنامج العلمي كان من الساعة 10 بالصبح للأربعة بالعصر، فست ساعات. ست ساعات تقعدون. إيش رأيك في المعهد لما رحت له؟ المعهد كان وايد حلو. أي. تعلمت وايد أشياء. من الأشياء اللي أنا وايد حبيتها كانت المشين ليرنينج والأتونومس فيكلز اللي راح أرد على سالفته بعدين. أي. اللي أنا لعبت بالروبوت. المشين ليرنينج هذا شيء استخدمته قبل بالروبوت، فحبيت إن أتعلم عنه زيادة. شنو هو المشين ليرنينج؟ وهو إن الآلة هذه تعلم. أي. تعلمها شيء. إحنا المثال اللي إحنا استخدمناه facial recognition. فش يسوي هذا؟ تراوي وجه، وهو ياخذ على حسب كم صورة تعطيها، ياخذ وايد صور وتقول له هذا اسم الوجه مثلا، هذا اسمي محمد. يروح حق عبد الله يصوره 1000 مرة، يقول له هذه صورة عبد الله. فلما احنا نيجي عند الكاميرا يشوف يقول هذا محمد عبد الله. يقول هذا عبد الله. هذا استخدمته كذا مسابقة، منها فيكس روبوتكس، لأن كنا نبي الروبوت يشوف النت مثلاً. أنا شفت وايد ناس يستخدمونه، تعلمت من وايد ربع كوريين شفتهم بأمريكا والصينيين، فاللي كانوا يسوونه يحطون سنسرات من يشوف النت يقول يعرف. أنت من متى بالروبوت محمد؟ من أنا بالصف الخامس، أمي دخلتني بالمعهد العلمي ورحت تعلمت. لما دخلت الصف السادس استاذي حاسوب قال في مسابقة روبوت. أي. ودخلني والحمد لله فزنا المركز الأول على الكويت بتتبع خط، كانت فشل. كفو. وهم فريقي الثاني فازوا المركز الثالث سومو. أوكي. هذه كلها أنواع مسابقات روبوت. مسابقات. أي. عبد الله. إحنا من هناك كستي تعلمنا وايد، بس هم كده وايد وناس، لأن تقريبا كل يوم جاي يودونا نسوي فعاليات وأشياء حلوة. مثلا اليوم تو جاي يقولون على الـ AR room، هم مره ركبنا وبرمجنا تونمس فيكل يمشي بروحه ويلف بروحه وشي يعني. فاحنا كنا قاعد نتعلم صدق، بس هم قاعد نستانس وايد وقاعد نسوي فعاليات. وعلى اليوم هم ودونا عند مكان كله شي كمبيوترز ما شنو، احنا كنا دشينا ميتافيرس. زين، اللي هو مكان. قول ايش معنات ميتافيرس حق الناس؟ ميتافيرس هو مكان نسوي كمبيوتر سيميليشن. ايه؟ الكل عنده افاتار والكل يقدر يتحرك ويتحكم الافاتار ماله بروحه. عالم افتراضي يعني. اي وانت تشوف الناس اللي قاعدين معك. فشنو احنا يوم دشينا من هناك الميتافيرس، كلنا رايحين قالوا لنا روح مكان، كنا رايحين من هناك صاعدين فوق الطاوله قاعد نرقص، نطق شي دقمه عشان ترقص. ايه؟ صاعدين فوق الطاوله قاعد نرقص، كان نستابط في كان وايد وايد وناسه. على سالفة في نواحي علمية أكثر من الرقص. على سالفة الأتونومس فيكلز، الأستاذ قال لنا شنو؟ قال بنسوي مسابقة، كلنا مسويين روبوت يتحرك في ألتراسونيك سنسر عشان ما يدعم بالطوفة. طيب. كلنا سويناه، ولا يقول لنا فجأة الحين أنتم مسابقة، بنحط الروبوت تحت مغناطيس ويجمع الكوينز. المسابقة كانت عن شنو؟ إنه كان يعني تقدر تقول إن الروبوت يلقط زبالة، فشيء يفيدك. كان اللي يلقط اكثر كوينز يفوز. انا شنو سويت؟ طبعا سويت دشيت على الكود. اي. الروبوت في عندك التراسونيك سنسر، لما يشوف الطوفه يقول له وقف شوي بعدين لف. فانا شنو سويت؟
قللت الوقت اللي يقول له وقف شوي عشان يقدر الروبوت يصير اسرع ويلف اسرع. شلون دشيت على الكود؟ الكود احنا مسوينه طبعا. انت مسوي؟ اي احنا كلنا سوينا كود. اي برافو. فانا بس مثل ورك سيشن ها؟ اي كان كود بايثون. فغير انا شنو سويت؟ ستار طبعا كان قاعد يعلمنا فاعطانا انستركشنز. انا بس غيرت على اللي هو قاله عشان يصير روبوتي اسرع وعنده احتمال اكثر انه يفوز. اي بس الميتافيرس بعيدا عن جانب الوناسه بالحياه الواقعيه شنو يسوي؟ انت عندك مشروع بالطبقه بالحياه الواقعيه خلينا نقول بالكويت. اي تسويه اول شيء بالميتافيرس عشان تعرف شنو الخسائر، شنو المشاكل اللي ممكن تواجهها بهالمشروع عشان تتفاداها بالعالم الحقيقي. فهذا عالم افتراضي تجرب فيه كل الاحتمالات الممكنه وتختار احسن احتمال وتطبقه على العالم الحقيقي. وهم الميتافيرس عشان تقللين كل الخسائر وهذا برافو. هم الميتافيرس اللي دشينا فيه كانوا قالوا لنا شنو يسوون فيه؟ هم يسوون فيه اجتماعات، يعني احد ما يقدر يجي مبنى. هم طبعا مسوين مبنى مالهم كوبي بيست، تدش بالميتافيرس مبنى كستي تلقى اي مبنى كستي، تدش تشوف نفس الغرفه، يعني انت داش من الاب تروح هناك نفسه بالضبط. حتى في مبنى ما كنا داشينه، دشيناه بالميتافيرس اول بعدين رحنا اوه شفنا هذا باللعبه. وهم كانوا عندهم قاعده يقعدون والفيس كام مال الكمبيوتر يفتح فيقدرون يسوون ميتينجز بالميتافيرس داخل. أي مع رئيس كاستي. اي مع رئيس المعهد. مع رئيس المعهد. واو لهالدرجه معطينكم اهتمام ها؟ اي فيقعدون وشنو فيس كام يفتح عشان يصير انتراكشنز مع بعض. أي. فبدال كل يحضر مكان واحد يقدرون يحضرون من البيت. انزين قولوا لي، يعني اكيد لما رحتوا وشفتوا وانا شفتكم تحكته مع الكوريين تسولفون وتتكلمون تضحكون، شلون كان الاحتكاك وياهم؟ تعرف على الزملاء الشعب الكوري جدد. طبعا شعب لطيف. بالبدايه احنا كلنا اول مره نروح كوريا. فكان في شوي مخاوف، شنو ممكن نواجه هناك؟ هل ممكن نواجه عنصريه او اي شيء من هذا القبيل؟ لكن لما وصلنا اكتشفنا ان الشعب الكوري اجتماعي متعاون. يعني قالوا لنا قبل نجي كوريا بكيفاس قالوا لنا ان اذا كان عندك شيء تبي لا تطلب من شخص كوري، لانه راح يعطيك كل الاهتمام، راح ياخذ من وقته الشخصي وما راح يخليك لين ان تلقى المكان اللي تبيه او تحقق الشيء اللي انت جاي عشانه. فحيل لطيف. بس كونكم ثنتناتكم متحجبات واعتقد في جروب معاكم بجروب متحجبات، يعني ما هذا ما صادفته حتى نظرات ماكو. ماكو اي توقعنا انه يعني تساؤل استغراب. أي. لكن لا ابدا. ايوه فاطمه. احنا تعرفنا على اثنين انترنز في المعهد وكانوا وايد يساعدون اي شيء تبي يبلك اياه، يعني ما قصروا. وحتى لما رحنا المتحف ساعدونا نترجم لانه كان في صبوره وكذي ان يعني كاتبين في الكوري فاحنا ما كنا فاهمين، فهم ساعدونا نترجم ويبررون هذا شنو هذا شنو لأن أول مرة إني طبعا كانوا متطوعين من جامعة كايست. أوكي. أنا يوم شفتهم كانوا وايد وايد ذكي، أنا أصلا بلشت أفكر يمكن أروح من هناك جامعة كايست، إن جامعة كايست أدرس وياهم. يعني شو اسمها الجامعة؟ كايست. أوكي. ويعني يوم كانوا ويانا مبين عليهم وايد ذكي ويعرفون على البرمجة ويسولفون عدل وشي. ومشكلة من هناك كوريا إن بالنسبة لهم صعب الإنجليزي. بس خليني أقول لك كان في واحد صدمني. شلون؟ واحد بناك بكستي. رحت عنده كان اقول له انا سيو معناته شيء يعني سلام عليكم. كوري تعلمت كلمتين. اي كفو. رحت عنده ولا اقول له انا سيو ولا يطالعني يقول لي هلا حبيبي. صدمني. لا صدمني يعني هو بس مو يسولف عربي عدل بس الكلمه اللي يعرفها يقولها بلهجه عدل. طبعا احنا خذينا كوري واعطيناهم عربي. كفو كفو. زين وشلون الربع الكوري؟ انا تعرفت على واحد كوري من هذول الاثنين، اتوقع مريم هم تعرفت على واحده كوريه ثانيه. انا كلمته وخذيت انستغرامه وللحين قاعد اتواصل معه لين اليوم. عافيه عافيه. وانت نفس الموضوع؟ نفس هذا الكوري كان من الجامعه. ماخذ انستغرامه وللحين اتواصل يعني اكلمه. انا اللي تعجبت منه وانا قاعد وياكم برا سوالفكم مع بعض على بالي رابين مع بعض، كان اقول لكم يا والله يا جماعه قاعد اسالهم اقول لهم انتم تعرفون بعض قبل الرحله؟ قالوا لا، هذا حصيله الرحله مالت التقدم العلمي، شلون تعارفنا وصاروا
يعني والله كل يوم من الطيارة إيه والله إيه فجأة شيء شفنا بعض خلاص كلنا ربع يعني كليكت إيه بالضبط من الطيارة إيه؟ أنا قاعد يمه بالطيارة وكذي على طول يعني ما كنت عارفه من قبل إيه؟ بس على طول كذي خذوا صورة صرنا ربع إيه شفت الصورة وأنا ياها أبوك إيه؟ طبعا هذا كان أدفانتج واحد كبير. واحد واحد ماسكك مرقبتك منه هذا ولا عبد الله هو إيه طبعا هذا كان يعني شيء وايد حلو أدفانتج كبير حق السفر عشان كذي يعني أنصح الناس الثانيين يدشون أشياء نفس هذه عشان يلقون ربع وناس يقدرون يتواصلون معهم والحلو إن إحنا عندنا يعني أشياء نقدر نتكلم عنها يعني هو هم يحب الروبوت والبرمجة ف يعني على طول راح تلقى الجروب اللي أنت تحبه فلما تشارك هذه الأشياء يعني تقدر تكون وايد صداقات استفدتوا من الرحلة ايه وايد وايد يعني مستعدين إن إذا جاتكم فرصة ثانية راح تقدمون على كيفص بعد مرة ثانية طبعا أكيد ترى كيفس ما شاء الله ترى تربي أجيال ها من أصغر من عمركم قاعد أشوفهم لين يتخرجون ويطلعون ويصيرون دكاترة وهم يشتركون في جوائز كيفس فكيفس يعني من الصغير للكبير قاعد تربي فأنا أتمنى أشوفكم ترى بعدين لقاءات ثانية وأشوفكم أنتم بالجامعة إن شاء الله وتكملون مع كيفس بالكورسات هذه لأن تنمي قدرتكم الكبيرة أصلا من هذا البرنامج أي هذه اول يعني اول مره ادش برنامج كذي بروحي اسافر بروحي إيه؟ يعني معتمد على نفسي إيه؟ واول او ثاني مره ادش مع كيفاس اول مره كنت صغير كذي إيه؟ عمري 7 أو 8 بس اول مره ادش وانا اكبر فمن هذه الفرصه تعلمت عن وايد مثلا برنامج سي اس او وحتى اعطونا فرصه ان نقدم مشروع للامم المتحده والحمد لله اعطونا فرص وايد ترى هذه طافت بسرعة على الناس مشروع الأمم المتحدة قالتها مريم بس هذا اللي الحين بتسوونه أنتوا إيه إيه الحين إحنا إيه؟ يعني نشتغل على مشروع إيه؟ مدينة الكويت الذكية مدينة الكويت مدينة الذكية مدينة الكويت الذكية إيه؟ إيه؟ سمارت سيتي بالإنجليزي إيه وبيسوونه إيه وإن شاء الله تاريخ 12 إيه؟ بنقدم مشروع للأمم المتحدة إن نوريهم إن إحنا الكويت نقدر نسوي نقدر نطبق العلم ونطبق يعني شلون المدن الذكية بالعالم نقدر نسويها بالكويت وعندنا قدرة طبعا احنا بدينا برافو احنا بدينا هالمشروع بمناظرة ودبيت قال لنا عن المشروع هذا وانه راح نسويه فقعدونا بالمناظرة وقعدنا نتناقش عنه وسووا ثلاث فرق ماشين ليرنينج ميتافيرس وسوبر كمبيوترز فقعدنا نتناقش بالنهاية منو اللي دش في السوبر كمبيوترز فيكم؟ يوسف. اوكي توقعتك والله ام اي تي مان اي اوكي انزين ماشين ليرنينج فاطمه وعبد الله وعبد الله وانت ميتافيرس لا انا ميتافيرس انت ميتافيرس مريم بروح اي وانت ماشين ليرنينج انا طبعا وفاطمه ماشين ليرنينج بنهايه الديبيت اكتشفنا ان احنا كلنا نحتاج بعض ما يصير واحد بروح يسوي سمارت سيتي احنا كلنا ألمنت واحد نسوي لازم مع بعض نسوي سمارت سيتي بدون واحد بدون مثلا السوبر كمبيوترز ما راح نقدر نشتغل احنا لان هم الاساس يعني فكلنا نحتاج بعض خلنا اقرا لكم شويه اختي ندى المطوع شنو كاتبه تقول شاهدت واستمتعت لشباب الكويت عبر حلقه اليوم والاهتمام بالروبوت والميتافيرس مرونه الاندماج بالثقافات الاخرى وعدت الى الصحف لاجد وعود بوظائف بالجمعيات التعاونية أرجوكم واكبوا أحلام الشباب في الولوج للتكنولوجيا والميتافيرس وكفى ترويجا لأعمال بسيطة أدنى من الطموح قاعد أقول لكم أنتوا فتحتوا مجال جدا قوي طلعنا بيوند الإكسبكتيشن ما اللي إحنا نشوفه بشيء طبيعي إنه وظائف عادية لا أنتوا رايحين الحين حق يونايتد نيشن راح تقدمون شيء على السمارت سيتيز هذا شيء أنا مستانس إن ناس توكم بعدكم ما دشيتوا الجامعة رايحين في هذا الطموح القوي فأنا بيكم تستمرون في هذا الطموح لأني أنا بقابلكم بعدين مرة ثانية وراح أتابعكم ها خصوصا بعد أنت ها وأنت بالروبوت لا يكون النات يوم أشوف سيارة تمشي يمي تكون أنت مسويها أكيد وين طموحكم بوديكم آخر سؤال أنت الحين ال your ambition دقيقة لحظة طموحنا أوكي لا طموحك أنت مالك شغل فيهم أوكي طموحي إيه الحين إن شاء الله أنا ناوي لما أتخرج من المدرسة الجامعة إن شاء الله MIT ناوي أرد الكويت وإن شاء الله أبي أطبق العلم اللي تعلمته منك وحتى الأشياء اللي شفتها بكوريا بالكويت
برافو. وإن شاء الله أبي أساعد بالرؤية الكويت 2035. برافو. وإن شاء الله أبي أخلي دولتنا متطورة كالدولة اللي الدول اللي نشوف من برا. And create an Iron Man حق الكويت أذن. صح ما راح أنساها. برافو عليك. قل لي. أنا مثل ما قلت لك طبعا هذه فيكس روبوتكس أنا أكثر شيء الحين يعني حاط هدف عليه. أي. لأن رحنا هناك جبنا مركز بس يعني ما فزنا. أي. صراحة لقيت مسابقة صدفة. صاحبي قال لي تبي تشارك؟ قلت له يلا. أي. انا يعني عرفني روبوت شيء. قلت له يلا. أي. قال يمكن ما نوديكم يمكن شيء، بس من رحت هناك وشفت انه يسوونها كل سنه وكلمت الصينيين والكوريين اللي هناك اكتشفت ان المسابقه يعني الكل قاعد يدشها وكل مستانس وكل سنه قاعد يجون وفي ناس قاعد يفوزون. ف يعني مسابقه عالميه. تدري كم فريق فيه؟ 800 فريق. واو 800 فريق وكل فريق فيه يعني 15 طالب تقريبا تقدر تقول. فانك تفوز بهذا الشيء يعني شيء وايد عجيب. فحطيت هدف ان انا ابي افوز لو بالمدرسه الحين ولا بالجامعه. هي. بس ابي افوز بيوم وبس. هذا اللي انا الحين حاط هدفي عليه. وانا عشان كذي قدمت حق كوريا. كنت ابي اتعلم اشياء زياده. وتعلمت ايه طورت مهاراتي وايد عشان اصير اقوى واقدر افوز. عافيه عبد الله. انا والله ناوي ادرس بجامعه تخصص هندسه الكمبيوتر. بس والله انا ما ادري يعني اي ما في جامعه واحده ابي اروح لها. حبيبي انت تبي تروح كوريا توك قاعد تقول. يعني شوف عندي خيارات. انا اطلع لك القبول خلص. انا اشتغل مع كيفس اقول لهم طلعوا لي قبول ايش رايك؟ انا عندي شي خيارات وايد. ايه؟ بس من الخيارات هذا الكوري البكايست. ايه؟ انا طلبه يعني اللي يقول لنا اذكيه يعني يعرفون عن البرمجه والكمبيوتر انجينيرنج كل شيء. فوالله يمكن والله احتمال صدق اروح من هناك ادرس من هناك كوريا ان شاء الله. وام لما اتخرج ابي اشتغل اي شيء فيه شيء كمبيوتر وبرمجه ان شاء الله. مريم طبعا احنا بكوريا كان عندنا الفرصه ان احنا نروح السفاره الكويتيه بكوريا. اي. فقعدنا مع السفير وتكلمنا معه عن الخطط المستقبليه عشان نقوي العلاقه. سعادة السفير دياب رشيد اذا ما نخطا. كان عندنا الفرصة أن نتكلم معه وسألته سؤال قلت إنه شنو الخطط المستقبلية عشان نطور العلاقة بين الكويت وكوريا. فاقترحت علينا ليش بعدين التعليم العالي إنه يوفر فرص وبحثات حق كوريا. صح. فصار جزء من خطتي وأحلامي إن شاء الله بعد الجامعة أكمل ماسترز بكايست. كفو. فاطمة. أنا أبي أصير كمبيوتر إنجينير. فبدأت جامعة الكويت حق كمبيوتر إنجينير وبعدين بقدم ماستر وبي إتش دي حق عشان أصير دكتورة بجامعة الكويت. لأن أنا صراحة أحب اللي تعلمته أعطي حق يعني اللي رح ما يدرون. فرح أدرس وإن شاء الله يعني أحط هذا الحب للتكنولوجيا وللعلم في الطلاب. لأن يعني هذا الحين يعني المستقبل هذا اللي راح يساعد الكويت عشان ترفع وتصير يعني متقدمة. برافو برافو. على فكرة بس رسالتي حق اللي قاعد يشاهدون الحلقة معاهم ما شاء الله عليهم عيالي خمسة. لكن ترى هم مو خمسة اللي راحوا. أنتوا كم عددكم اللي رحتوا؟ 14. أنا جبت لكم خمسة من 14. هذا برنامج واحد. هناك برامج كثيرة مسويتها كيفص في خلال فترة الصيف ما لحقت اني انا اقدر اجيبهم لكم كلكم. فتخيلوا هذه الاستفاده الكبيره اللي قاعد يقدمونها مؤسسه الكويت تقدم العلمي من كل المراحل. جبت لكم خمسه من 14 راحوا كوريا. تخيلوا والايام الجايه ان شاء الله نجيب لكم اكثر واكثر. عيالي ديروا بالكم. اوصيكم بالدراسه، اوصيكم باهلكم، واوصيكم باحلى ام تلقونها الكويت. اوكي. الكويت هي اللي قاعد تدرسكم وتعلمكم وكيفص من رحم الكويت ودتكم عشان تعلمكم. فديروا بالكم. ها ان شاء الله والقاكم ان شاء الله على خير لما تصيرون دكاتره كلكم متفوقين وفايزين بجوائز كيفص ان شاء الله. ان شاء الله يحفظكم. في عندي بريف عن كيفص مؤسسه الكويت تقدم العلمي بتقرير بسيط وراجع لكم ان شاء الله. خليكم معي.